عاود لي السي ادريس على مشيتي لطنجه تجوجتي، مشيتي للدار البيضاء تجوج، فين ما مشيتي تتخدم كتجوج. عاود لي هذه القصه ديال تاع الزوجات. القصه ديالي كنت ندير معلم قباص. هي ديك معلم قباص مشيت للدار البيضاء. اش من عام؟ عام 94. هي ديك من مشيت تنخدم تما تجوج في الدار البيضاء نيت. هذه التجويجه الاولى. التجويجه الاولى. من تجوجت تما بقيت خدام تندير مع قباص تما، هي هذيك بقيت تما خدام مدبر على راسي تما، مروج الحركه بقى. مدور هذا عندي الفلوس مدبر على راسي بخير بخير ما خصاني حتى حاجه. ايه من ساليت رديت المراه رجعت القنيطره، القنيطره سكنتها قنيطره منطقه الطيبي. جبتيها من الدار البيضاء رجعتيها للقنيطره؟ اه القنيطره. واش كانت الخدمه ديالك في قنيطره؟ لا كانت الخدمه عندي قنيطره، كنت ومن الدار ديالي في قنيطره. ايه وخدمت في الدار البيضاء. الدار البيضاء اها. هي ديك ما رجعت للقنيطره قلت ودي دابا الناس عاد جلسي هنا. انت تشوف القضيه عيانه. البنيان الدار ما مضالينهاش. دابا قضي نمشي ندبر على راسي في الخدمه، جاتني الخدمه في طنجه. هي ديك من مشيت نخدم طنجه عاشي عماره تما بقيت خدام فيها، كملت هذيك العماره ولت واحد الدار خارجه العروبيه خارجه اقليم طنجه. طنجه بقيت خدام، تلاقاتني بنت قالت لي بغا نتزوج بك، قلت لها ودي سمحي لي اختي انا مجوج. وديك الوقيته اللي كنتي انت خدام في طنجه والمراه في قنيطره كنتي كتمشي وتجي ولا كيفاش كدير؟ كنمشي ونجي. شحال الوقت اللي كتمشي؟ شحال كدوز باش كتمشي؟ كنقعد شهر وندير فلوس ونرجع. هي هذيك من بقات تهضر معايا كيكواك، قلت له ودي شوفي لا تجوجي بيا خصني نعلم المراه. قالت لي واخا. هي بغات واخا انت مجوج. بغات، قالت لي قابله لك. ما عندها مشكل. شافتني خدام ومدبر على راسي رجعت. ولكن اسمح لي قبل ما تجوج بهاد المراه في طنجه ولات بينك وبينها شي معرفه شي علاقه ولا شنو؟ لا المعرفه تاع الخدمه. خدامه معك السيده؟ لا هذيك اللي ديال طنجه شافتني خدام براعي وهذاك شي ناضي بغات تجوج بيا. قلت لها ودي تنسول المراه ديال الدار البيضاء الا بغات نتزوج بك، ما بغاتش ما عندي ما انت باغي؟ انا باغي 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 عندي فلوس قلنا هذيك الساعه قد بهم. من سالينا مشيت عند المراه قالت لي شوف الا بغيتيها ادريس تجوج بها، لو كنتي قاد تجوج انا ما نحرمكش. فعلا خديتها. واخا الله يعطيك السر، انا غير باش نعرف النفسيه ديال الراجل اللي كيتزوج جوج المرات، شنو كان العيب ديال المره الاولى الا انت قاد بالمراه، علاش ما هزيتيش ديال قنيطره وجبتيها لطنجه وعشتي انت وياها وداك الشيء اللي صورتي كتاكل انت ومراتك، علاش جبتي مراه واحده اخرى؟ واش هذيك المراه فيها شي مشكل شي عيب؟ لا ما عندها حتى شي مشكل، انا عندي الفلوس مدبر راسي خدام، درت جوج ديال الناس القدام، كانوا الناس تيتزوجوا اربعه العيالات خمسه. اي دابا الظروف اربعه خمسه اربعه كاين تيقول اربعه كاين تيوصل خمسه. ايوا كاين تيوصل عنده فلوس ماشي مشكل. خمسه ماشي مشكل. انا من صدقت بغات هي وبغات حتى المراه جوجت بها، قالت لي ودي حتى السكنه ما تضربش الحسبه ديال طنجاوي، قالت لي السكنه كاينه ديال العائله، سكنت تما خديتها تم ودي حتى المراه معايا حضرت على كل شيء. بغات خطبات ليك ووقفات في جواجك وكل شيء. كل شيء ناضي. عجبها الحال هي؟ عجبها الحال هي هذيك جيت بقيت كيكواك ساليت الخدمه رجعت لنيت الطيبي ديال قنيطره ديالنا. بقيت في الطيبي كيكواك ايوا بقينا غادي خدام تخدم مع قنيطره ورجع خدام قنيطره. واخا والمراه ديال طنجه اش درتي معها؟ بقات في طنجه؟ لا جبتها معايا. جات لقنيطره حتى هي؟ تلاقاو بجوج ولا تعجبني. جمعتيهم في دار وحده؟ في دار وحده. من بعد انا نقلب سيدي سليمان. جاتني الخدمه في سيدي سليمان. واخا عافاك قبل ما تمشي لسيدي سليمان حقاش غتعاود واحد جويجه واحده اخرى في سيدي سليمان؟ انا نعاود. واخا قبل ما نمشيو لسيدي سليمان كيفاش كنتي كتعيش مع جوج عيالات في دار وحده؟ مزيان. مزيان؟ مزيان معاهم ودابا بقى معايا. مزيان بيناتهم. فاهمين. فاهمين عليك ولا فاهمين مع بعضياتهم ولا شنو؟ فاهمين عليهم فاهمين مع راسهم بجوج هما النيت. قابل هذاك الشيء وما عمرهم تعاكسوا معايا. انا مشيت سي سليمان. خدمت في واحد بلاصه تقولها ولاد حميد سي سليمان خارجه من العربيه النيت، بقيت خدام نيت قباص. كملت الدار قالت لي شوف ديك الراجل باه وكل شيء قالك بغيناك تناسب معنا، قلت له ودي انا عندي جوج عيالات وبزاف عليا. والولاد عندك معاهم؟ عندي الولاد. عندي معاهم الولاد.
قال لك اسيدي قلتي لي بزاف عليا. قلت له بزاف عليا. قال لك انا هذيك البنت قال لك انا خايضاك خايضاك لا تلعب ولا انا خايضاك خايضاك. قلت له شوفي الا بغيتي تحملي مسؤولتك. دابا انت في المره الاولى هي اللي بغات تجوج بك. اه. المرة الثانية هي بغات تجوج بيا. انت يا غير تيخطبوا فيك وتتزوج. تيخطبوا فيا صافي تنقبل انا. انت فرحات عليك. فرحات عليا. من تزوجت بها الاخرى ديال سيدي سليمان جلست تنمشي عاد منجي تنمشي قلت لهم اودي راه تزوج دابا اللي عطى الله عطاه. ما علمتيهمش هذه المرة هما العيالات. لا علمتهم. قال لك عاد زيد 6 على 60 انت هذيك زيد على 6 على 60 تنشوف شنو كاين. واخا سي ادريس مازال نكمل لك نكمل مازال غنرجع. سي ادريس نكملوا معك القصه ديال 3 ديال العيالات كل وحده من مدينه. قايد خدام ناشط ما خاصني والو ناضي ديما خدام خاصهم قاد بهم بثلاثه انا نلاقيهم. وخليتي لقيتي جبتي ديال بن سليمان ديال سيدي سليمان. سيدي سليمان لقيتهم ثلاثه دوزوا شي ايامات انا قعدت ما بقاش خدام. الاولاد تلاقى ولات عندي المشاكل كثيره. كل وحده شحال ولد معاها؟ الاولى ديال الدار البيضاء جوج. دابا كل وحده ومدينتها. اه البيضاويه والطنجاويه وديال سيدي سليمان. طنجه عندها ثلاثه وديال سيدي سليمان ولد. هي 6 الاولاد تبارك الله. 6 الاولاد. شويه من شافوني هما كي قلتي انت هما اللي خطبوني. قال لك ادريس هذه المساله هذا الشيء غلبك الشغل غلبك. دابا احنا كلها رجع لبلاصتو وعيش بوحدك. واش شغلكم؟ ياك رجعت كل وحده لبلادها كلها مشات. دابا اللي خدامه في المحلابه اللي خدامه مع الديور. اذا انت ما كنتيش قد بهاد العيالات يعني ما كانوش شي في حالات هما السيدات. لا التالي التالي من ما بقاش خدام ما بقاش قاد. حيت ولاو عندك 6 الاولاد 3 العيالات هي 9 الفلوس. المسؤوليه تحملتها بزاف عقوبيه بزاف. قالوا هاد السيد ما بقاش قاد كله ودير. قلت لهم شوف انا المشكل درتو انا بغيت دعوني دعوني بغيتو اللي بغات ديروه ديروه بغيت تدوني الحبس ديوني. انا ما قديتش بكم انا الظروف غلبت عليا. بالتكازا قالت لك لا ما ندعيوكش حنا اللي بغيناك. هما اللي خطبوك. انا اللي خطبناك اللي عدا شي بنت تحملو اللي عدا شي ولد داتو. وبقيتي بوحدك. بقيت بوحدي مع العائله دابا تما. واش غنقول لك نهار العيد تعيطوا لي مساكن تنبغي نقطع راسي انا كل وحده تعيط لي قلت تعيد معنا تنضل النهار كله روري من طنجة ندور عند وبعاد وبعاد وما ساخنش بيا وما الله يرضي عليهم تنطلب انا الله يرضي. دابا في العيد الكبير تمشي للدار البيضاء وتطلع بن سليمان وتمشي لطنجة. قالوا لي شوف انت ما تخممش السي ادريس ما تخممش وخا تبقى بوحدك اسفل من جهتك راه ما يقيسك لا مخزن ما يقيسك حتى شي حاجة احنا الاولاد غنكبروا. انت خفتي يدعوك عندنا فقة ولا شي حاجة. شي ما قالك والو غنكبروا الاولاد والاولاد لا صواب الله وسهل الله يبنوا لك الدار وعيدوا لك الدار. دابا اشنو جالس انا جالس في الطيبين وتندير تمشي على العائله تصبر ليا وشي خدمه. انت بلاتات العيالات وليتي كتمشي عند الناس تمشي عاد نخدم عند الناس. وليت دابا الحرفه ديالي ما بقاش تقباص ولا الخدمه تطورت. ولا كل وقت يطيح لك ما بقاش اللي غوت عليا باش وليت تنشارجي عاد بالكاميون ما البارا ونهار نخدم ونهار ما نخدمش. مشاو هزوا راسهم داو ولادهم. داو ولادهم. بقيتي بوحدك. بقيت بوحدي وخدام على راسهم. والقصه باش نعاود لك باش قضيه ديال قضيه العيد. كلها عيدت بوحدها في بلادها. في بلادها وعيطوا لي. ومن عيطوا لي هما بثلاثه انا تعسفت بقيت نبكي بقيت نبكي في الدار عا بوحدي. علاش ما مشيتيش عيدتي مع وحده من عيالاتك؟ ما بابا لا عيطت مع شي وحده اخرى تنقر. ولكن انت قبل كنتوا كتعيدوا كلكم في بلاصه واحده؟ لا كله كنت نعيد مع بوحدها. كيفاش كنتي كدير 3 العيالات في 3 البلادات؟ كلها تنعيد معها حتى كان مدبر على راسي. كتطلع عند هادي وتهبط عند على قد الحال وغادي وماشي عيد كبير ولا على قد الحال. لا ولكن كيفاش كتقدر تكون هنا وهنا وهنا دقه واحده كلشي وما كيبغوش يجمعوا لك؟ لا ما تيتجمعوش ليا. تجمعوا عام اللي تجمعوا هما اللي عيدوا معايا عام اللي عام اللي تجمعوا تجمعوا هذا عليا باش كل شدت المحل ديالها بشكل. واخا عافاك نرجع معاك لدارك. فاش كنتي في سيد طيبي وجمعتيهم بثلاثه بهم في دار واحده. كيفاش كنتي كتقدر توفق ما بين 3 العيالات وحده في هذا البيت وحده في هذا البيت وحده في هذا البيت؟ كيفاش كدير معاك؟ قاد بهم خدام كنت قاد بهم تيسيروا. ما كتجيش تلقاهم شانقين ولا مضاربين؟ ما عمرك ما دخلتي فكيتي 3 العيالات؟ ما عمري فكيت ما تخاصموا من تاع حبست انا.
ما بقات لا تجي لا قفه لا صير لا والو. هذيك الساعه تلقينا في الدار. ولا تلقينا تنمشي انا من تنفك تنخرج برا تنجبرهم تدارزوا. من ما قضيت لهم والو كلها قال صافي هما يقول كلنا نمشي الحال. شافوا ما كاينش. ما بقاش علاش كيتضاربوا. لا والو ما بقاش علاش. بقى مدخول. بقى مدخول. انت اللي كنتي كتصرف في الدار؟ ولا كانت شي وحده الاولانيه؟ لا هذيك اللي في الدار البيضاء هي اللي كنت نصيف تصرف. حيت هي الكبيره. هي الكبيره. هي الاولى. هي الكبيره وتتبع خاطر تمشي طنجه ويا سي سليمان ما تمشيش. صغيره فين؟ ما تمشيش. ومفاهمن. وشكون اللي كنتي كتبغي كثر الصغيره ولا الوسطانيه ولا الشيخ؟ شنقول لك؟ ما سخيتش بهم ثلاثه. تنشوفهم من تنتغير تمشي نشوف ندور عليهم. كتوحشهم كتمشي لهم. نمشي عادهم توحشهم وندور يبرد القلب ديالي. سي ادريس واش ما ندمتيش على ثلاثه العيالات؟ واش ما قلتيش اللهم مره واحده وجوج وليدات ولا ثلاثه ونجمع داري؟ باش خضيتهم بثلاثه بحال اللي خايد وحده دابا فيهم. انا لا كان عندي الحق خصني نرجعوا بثلاثه. زعما ما تقدرش تتفاهم غير مع وحده وتمشي تعيش مع وحده وتشرك معاها؟ ما يمكنش دابا نجي مع وحده هما كلهم ما وصلتني حتى شي حدا بشي عين. كلهم باقيين في الدمه ديالك. باقي معايا تيقول لك شد راحتك تعال معانا وكل وشرب. انا ما تتفشقش ليا حقاش ما بقاش قاد بهم. اللهم رجعت على المحل ديالي تنمشي من تنتوحشهم تنمشي لعدم. صافي دابا المشكل ديالي تنشد نضرب البالا نهار خدام نهار ما خدامش صلات عندي. وحده ديال هذيك ديال الدار البيضاء مسكينه سمعت عندي ما تخلصش الماء شاد جيران حدا جيران شاد الماء والضو خلص جات خلصت عليا الماء والضو ومشات. جات هما خدامين هازين راسهم. هازني وهازن راسهم هما. الله يرضي عليهم هذا تنطلب الله يرضي عليهم. انت عندك المهم غير ما يدعيوكش. ما يدعيو لا ما هما قلت لهم بغيت يدعوني يدعوني قالك ما ندعيوكش عرفوا شنو كاين. انت راضي عليهم؟ راضي عليهم واخا مشاو خلاوك. واخا مشاو راضي عليهم حقاش اللافت ديالي انا ما قدرتش عليهم. ما قدرتش. يعني ما كانش عليك دير هذا. ما كانش ندير هذا الفعل. ثلاثة تجويجات وانت ما قاد لها والو. ما قادش. كنت كي قلتي انت مثال كنت تجوجها وحده قاد بها. الله يجعل البركة. دابا تسرعت. ستات الوليدات ما جات ولات عندي كبده وحده ما عندي ما نطلق حتى وحده. وتشتت لك الكبده دابا. صافي تشتت دابا صافي. كبده مشتته. مشتته. تيجيب الله الموت. جابش الله احنا زايد بالميدان. ما جابش الله راه تندور عليهم كاملين تجي الموت. صافي صلات عندي. كلها ولات. تلقيتي الراحة دابا حيت تفرقوا. لا ماشي لقيت الراحة. تمشي للدار تنتعسف. تجيني البكيه تجيني بعدا ما بقيتش تلقى الريكاتا نايضه في الدار. لا دابا تتصاور ديالهم تنشدهم في الدار تبقى نبكي. وشتي ثلاثه العيالات سته الاولاد تنشد التصاور ديالهم وليتي عايش مع التصاور. تنشد التصاور بعدا مره تنقول انا حمقت انا كاع تبقى نبكي واش ندير. باش ما عاودتيش تجوجتي عاوتاني؟ باش ما عاودتيش تجوجتي الرابعه؟ لا سامحتليش نتجوج صافي دابا هادي والتوبه هادي والتوبه. شكرا لك بزاف السي ادريس شكرا بزاف على هذا الشيء اللي عاودتي لي. هذا هو